سلام سلام البنات، خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف نتوما؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. سمحوا لي تعطلت عليكم بزاف بزاف، مع كنت مسافره في العربيه، ودابا ان شاء الله يا ربي انا رجعت لداري، ان شاء الله يا ربي دابا نرجع للروتينات ديالي، ونتمنىكم تقبلوا عليا واللي درتو ووجدتو. نتمنىكم تفعلوا لي مع الفيديو لهلا يخطيكم، ونتمنىكم ما تنسونيش من اللايك والاشتراك والبرطاج فضلا وليس امرا، ولهلا يخطيكم عليا الكبيدات ديالي. يلا بقاو معايا النهار، غنشارك معاكم واحد الطويجن السردين كيجي غزال وبنين، ونتمنىكم تشاهدوا لي الفيديو وعلى يخطيكم. عندي السردين، واحد السردين جدتو ونقيتو وزولت له هذا السنسول الدخلاني، وخليته تقطر مزيان مزيان حتى نشف، وعاد ندوز نوجد له العطريه. غندير له في العطريه شويه الزعتر، الزعتر كيعطي البنة للطاجين غزاله، شويه الخرقوم والثومة والقزبر، دقاهم اللي بغى يقطعهم ويحك الثومة يقطع القزبر ويحك الثومة. أنا كتعجبني الشرمولة مدقوقة. كمون، القزبر يابس، شوية القزبر يابس، أنا دائما كندير القزبر يابس في الطياب ديالي، شوية الفلفلة حمراء، والملحه حسب الذوق، تكثرش بزاف الملحه لاننا ندق شرموله فيها الملح. غنخلط بشويه د الماء، غير شويه ماشي بزاف، بغينا الشرموله تجي قاصحه وطريفه. الحامض مصير كنقطعوهم صغار، دابا غنخلط الشرموله مزيان، بغينا الشرموله تكون هكا قصحه. راني السردين عاد خرجت شريتو دابا من السويقه، الخضره تبارك الله صبحت غاليه هاد الصباح، السردين 25 درهم، كلشي غالي. دابا ناخذ الحوت، غنشرملو هكا، وغندير وحيده مع وحيده هكا، طبعا نستمر حتى نسالي الحوت كامل. ساليت الحوت بالشرموله كامل، نخليه على جنب. دابا هاد الشرموله هذه اللي شاطت لي، نزيد عليها حبه مطيشه محكوكه، وغناخذ هاد الطاجين الطين، من الاحسن يكون الطين لان الطاجين الطين كيعطي واحد البنه غزاله مني كان مطيبو فيه. ونتمنىكم اخوتي تعاونوني باللايك، شاهدوا لي الفيديو. دابا نقطع بصيله هكا، تبارك الله كلشي العيالات كاملهم حادقين، غير كنبغيو نشاركو معاكم النهار ديالنا والغدا ديالنا بسيط. ناخذ هاد الحبه المطايشه، نقطعها حتى هي هكا طريفات صغار،
مطيشه طايبه. دابا نبدا نقطعت مطيشه ودرتها في القاع الطاجين. كنجيب الحوت كنسطفو هكا كدو هكا، جي على شكل وريدة هكا، غندوز الفلفله، ندير وحده خضراء وحده حمراء وحده خضراء حمراء هكا نمشي خضراء وحده حمراء حمراء خضراء ناخذ عود الحامض المصير ناخذ مطيشه نديرها عاود من الفوق ناخذ الزعتر نحكو من الفوق هكا. دابا هاد الشرموله اللي كانت زدت عليها بقات لي وزدت عليها حبه المطيشه غنخلطها مزيان مع مقيطه الزيت بلديه غير شويه الزيت بلديه غنبقى ندير لها هكا هكا على الطاجين كامل دابا هذا هو الطاجين ديالي نغطيه ونرد فوق البوطه يطيب شويه نتوما عارفين السردين دغيا كيطيب واحد القسمين ديال المكانه ولا ربع ساعه ونرجع معاكم. دابا الغداء ديالي وجد والطويجن ديالي وجد ها كيجا كيجي غزال وتبارك الله والله واحد الريحه ديال الزعتر طالعه منه غزاله كتحمق. الغداء ديالي بسيط حنا دائما مع شي حاجه بسيطه وعلى قد الحال وكنتمناكم وارجوكم ارجوكم ما تنسونيش من اللايك والاشتراك والبارطاج ولا لا يخطيكم الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.